ولادنا طلبة وطالبات الثانوية العامة في كل مكان، الأخبار وحشتونا. طيب شفنا أول فيديو المرة اللي فاتت، كنا بنعلمكم حاجة أو بنفكركم بحاجة. الصبح بنقول إيه؟ بونجور، تمام. ولو كان صاحبي هقول له إيه؟ سالو، تري بيان. طب فاكر كنت بسأل حد عن حاله بقول له إيه؟ برافو، بقول له ازيك، كومون سافا، صح جدا. فبونجور كومون سافا، هترد تقول لي ايه بقى؟ انا تمام جدا، فاكرين؟ ايوه سوبر بيان او تري بيان او سافا، هايلين. طيب تعالوا نفتكر كمان بوين جديده هنا، بريزونتي وايدنتيفي لي كوبان. احنا اتعلمنا ازاي ان احنا نعمل بريزونتي. يعني ايه بريزونتي؟ بريزونتي يعني نقدم، وايدنتيفي ايدنتيفي يعني اعرف مين ده. اوكي، يبقى بريزونتي وايدنتيفي لي كوبان، اقدم حد واقول لك اعرفك بيه، اقول لك ده صاحبي او ده فلان، عرفته منين بالظبط. داكور، هسال بايه؟ عايز اقول هو مين ده، هقولها ازاي بالفرنساوي؟ كلمتين بصوت قوي، كي سي، ماشي. طب هل ينفع ان انا اقلبها؟ اه طبعا، ممكن ابدا بالسي واحط جنبيها الكي، يعني ابدا بالسي واحط كي، سكي، هو ده مين؟ يبقى الطريقتين صح، كي سي او سكي. ممكن في كمان طريقه، اه بس مش عايزين يعني نلخبطكم، كفايه قوي كي سي او سكي. انا مثلا شفت حد من صحابي ومع حد ما اعرفوش، فهبدا بونجور، ازيك، ايه الاخبار، مين ده، عرفنا. فهيبدا يعرفك، والله سي الا، لما اجي اعرف حد هقول له سي الا، ده الا مين يا ترى الا؟ ها، ان فوازان. فاكرين كلمه ان فوازان؟ ان فوازان يعني جار، تري بيان. طيب فاكر بقى حضرتك لما كنت بتعرف الشخص الولد كنت بتستخدم ايه؟ كنت بتستخدم حاجة اسمها الأداة بتاعة نكرة، اللي هي كلمة أن، اللي هي دي الأن بتسبق أي كلمة مذكر. يبقى ده على صاحبي أو جاري، فوزان يعني جاري، تمام. طيب لو كانت بنوتة، إيه ده، مين دي، عرفينا. يبقى سي ماري، دي ماري، يبقى سي قبل الاسم، سي ماري إن كاماراد دو ليسي. يبقى كلمة كاماراد يعني ايه؟ تمام، برافو، بحب الناس اللي فاكرة ومصحصحة. يبقى كاماراد زميلة، تمشي زميل وزميلة، فاكر ليه كاماراد تمشي ولد وبنت؟ برافو عليكم، علشان اخرها حرف الاو. طيب فاكر بقى الأداة اللي بحطها قبل الكلمة المؤنث؟ انا عندي ان للمذكر، يبقى عندي ايه للمؤنث؟ ان، برافو. طب الان جت بزود ايه في الاخر؟ بزود حرف الاو، يبقى للمؤنث بزود حرف الاو. يبقى انا افتكرت كلمه فوازان اللي هي جار، وكلمه كامراد يعني زميل، ولو هنا بنوته هتبقى زميله. داكور، وافتكرت ان الان بتسبق الكلمات المذكر والان بتسبق الكلمات المؤنث. طيب لو قال لي مثلا سكي، مين ده، يبقى سي تيو، ده تيو. مين تيو يا ترى؟ ان كوبان دو باسكت، كوبان يعني رفيقي، صاحبي، رفيق يعني صاحبي او صديق من ايه، من الباسكت، يعني وانا بلعب باسكت بول اتصاحبت على حد اسمه تيو، تمام. كده لما اجي اقدم حد واعرف الحد، كده احنا اتعلمنا او افتكرنا مع بعض، بحط سي قبل الاسم وبقول الاسم ده او الشخص ده انا عرفته منين. يبقى الان طلع فوزان يعني جاري، وماري طلعت كامراد زميلتي من ليسي اللي هي المدرسه الثانوي، طبعا كلكم بتروحوا ليسي. وتيو طلع ان كوبان دو باسكت، واحد من صحابي اللي اتعلمتهم او اتعرفت عليهم في الباسكت. دكا، في صعوبه؟ لا، ان شاء الله كله يبقى زي الفل. طيب نشوف اللي بعده.
يا ترى احنا عملنا ايه كمان؟ عملنا on a appris comment se présenter و s'identifier. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفرق بين présenter و se présenter. طب se présenter يعني انا اللي بقدم نفسي، s'identifier يعني انا اللي بعرف نفسي. تمام، هو ده الفرق. يبقى انا عندي présenter و se présenter، identifier و s'identifier. d'accord. وهنا كمان parler du caractère. يبقى انا اتعلمت ازاي اقول صباح الخير وازاي اعمل سالوي، وتعلمت ان انا اقدم حد، وهتعلم اقدم نفسي واعرف نفسي. وبارلي دي كاركتر يعني انا كمان هتكلم عن السمات الشخصيه ليا ولاصحابي. داكار، ده الكاركتر. طيب هنا لما يقول لي بريزونتي فو وديت مثلا كومون ات فو، بريزونتي فو يعني قدم حضرتك كده ممكن تقدم لنا نفسك، وديت نو وممكن تقول لنا كومون فوزيت. كومون فوزيت يبقى اشرح لنا كده سماتك الشخصيه، يعني قدم لنا نفسك وعرفنا بسماتك الشخصيه. طب تعالى اما نشوف كده ممكن نكتب ايه لما حد يطلب مني اقدم نفسي. ده اصعب سؤال على فكره، من انت؟ قدم نفسك كده، وحضرتك مين؟ عرفنا بيك كده. طب ما نشوف كده لما نطرح السؤال هيطلع لنا ايه. لما حد يطلب بريزونتي فو، قدم لي نفسك وانا لسه اعرف حاجتين صغيرين، هشغلهم في جمل ازاي؟ هقول سالو، لازم ابدا الناس اللي قالت لي قدم لنا نفسك لازم احييهم وهم اصحابي، فهقول لهم ايه؟ هقول لهم سالو. جو مابيل، انا اسمي. دايما اول حاجه في البريزونتاسيون لازم اقول انا مين، يبقى سالو جو مابيل واحط اسمي. جو مابيل هنا اللي بيتكلم اسمه ألا، فجو مابيل ألا. جو سوي سيمبا، وهو قال لي قدم نفسك وقول لنا، قول لنا انت ازاي، يعني انت سماتك الشخصيه ايه. فألم فرحان بنفسه زياده، فقال لك ايه؟ جو سوي سيمبا، ده انا لطيف جدا على فكره. طيب جو نو سوي با تيميد، انا مش تيميد، من الصفات اللي خدناها السنه اللي فاتت. تيميد يعني خجول، انا مش خجول. Je suis sociable، ده انا اجتماعي. طب فاكر السنه اللي فاتت او السنه الاولى، باردون، بالنسبه للتانية، احنا قلنا بنخاطب اولى وثانيه وثالثه، فبالنسبه لاولادنا في ثانيه سنه اولى انتوا درستوا السمات الشخصيه، وبالنسبه للثالثه انتوا من سنتين درستوا اوصف صاحبك او اوصف نفسك. كلمه تيميد اللي هو الخجول، لا بيرسون كي نو بارل با بوكو، مش بيتكلم كتير. فإنا بابو كودامي، ما عنده صحاب كتير. فهنا ألان بيدافع عن نفسه على طول، قال لك على فكرة أنا اسمي ألا وأنا لطيف وأنا مش خجول، أنا سوسيابل. إيه بقى الشخص السوسيابل؟ إيه الكاركتر بتاعه؟ سوسيابل ده يعتبر فعلا une personne sympa، شخص لطيف، و إلا بوكو دامي، عنده صحاب كتير. داكور؟ طيب كده احنا اتعلمنا ازاي اعرف نفسي، ازاي اعرف حد، ازاي اتكلم على الكاركتر او السمات الشخصيه. تمام، اتمنى تكونوا ان يعني استمتعتوا وانبسطتوا وفهمتوا معانا النهارده احنا عملنا ايه، ونشوفكم المره الجايه على خير. ميرسي، اورفور.